قلب الونشاريس، مدينة غروب الشمس الماتع، جنة الأرز والجبال المزينة بأنواع من الأشجار النادرة تسمسيت في هذه النفتة. الولاية رقم 32 تقع غرب العاصمة بحوالي 300 كيلومتر، ومعنى اسمها حسب مؤرخين هو غروب الشمس بالأمازيغية، تيسم غروب وسلت الشمس، ما يجعل اسمها صعبا على غير الجزائريين. 65% من إجمالي مساحة الولاية هي من الجبال وبدرجة أقل من السهول. الولاية هي موطن الحديقة الوطنية ثنية الحد المعروفة بغابات الأرز، وتغطي الغابات 20% من أراضي الولاية التي تعد أول محمية على المستوى الوطني، وكان ذلك في أوت 1923. وتضاف إلى مدينة ثنية الحد أماكن سياحية أخرى تزخر بها تسمسيلت على غرار موقعي تكرية وموقع طازة. تعرف تسمسيلت بالفن البدوي، وما زال رجال المنطقة متمسكين ببرنوسهم وعمامتهم، ونساء المنطقة ما زلن يرتدين المربوع، ولا تزال الجلسات بصحبة الشاي زينة القعدات التسمسيلتية وسط الزراب التقليدية. أما مطبخها فيتميز بكسكس الحموم الذي ندعوك لتذوقه. شاركنا بما تعرف عن الولاية أيضاً.